مشاهدي قناة الموصلة الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم مطبخ الموصلي. أهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، رمضان كريم علينا وعليكم. مثل ما عودناكم أطباقنا مميزة مع الشيف فارس. اليوم أطباقنا شنو راح تكون شيف؟ اليوم عندنا الهندية. نعم عندنا أكلة مطبخ موصلي قديم، تتكون من اللحم، نعم الهبر، هبر نعم. لحم القوش واللوبيا الحمراء تكون، والقيسي، نعم والدبس الرمان، نعم وملح والشجر الأحمر، نعم وبصلة. طبعا أنا اللحم حضرة، ناقع اللوبيا، ناقعها خليها اللوبيا الحمراء، لازم اللوبيا الحمراء، أي لازم نعم. اللوبيا الحمراء شوفي هالطريقة، وهذا اللحم مع اللحم، وهذا اللحم شوفين نعم. أنا واصل لهالمرحلة، أحضرها، مخلي كيلو هبر ومخلي تقريبا 600 غرام لوبيا. نعم. راح أضيف هسه البصلة، راح أضيف بدون قلي، راح تكون لا لا بدون قلي. زين، هاي تاريخهم قديم مثل طبعا طبعا دائما يقول أكلات المطبخ الموصلي قديمة طبعا. طيب اسمها هي الهندية، يعني اسم الهندية قلت يجون يسمونها الهندية لأنه أكلة هندية، أي أكلة يدخل بها دبس الرمان قديما كانوا يسموها الهندية. يضيفون يعني عليها كلمة هندية. يعني دبس هذا يعني هذا أنا لاحظته بأكثر من مكون وبأكثر من مقرر وبأكثر من تقرير. نعم. لاحظت هذا الشيء، أي شيء يدخل به نون بصرة يدخل به دبس الرمان الأكلة يسموها هندية. هندية مثلا مرة قدمنا طبق الهندية كبة هندية، كانت تغلى هندية. تغلى الكبه بالدبس الرمان، عرفت شلون؟ نعم. فلهذا السبب اسمها هنديه، ما يعني هي هذه هنا. القيسي ناقعها انا. نعم تمام، صفيها. القيسي لازم يكون هذا اليابس كلش، مو ايه شويه ايه ناعس. ايه نعم. ايه راح اضيفه حتى يعني هاي مكوناته راح تكون شي فوق شي، يعني تقريبا حتى تتجانس اي وحتى تنطي طعم موحد للكل. طبعا نصير عندنا احنا لازم تحركه اي حتى تصير عندنا، ما راح اضيف اي شي حاليا، راح أضيفه حد ما تصير عندي. نعم نرجع نضيف الملح عليها والدبس الرمان. نعم نضيف عليها، طبعا أكلة يراد لها وقت، بها صعوبة شوية. نعم بس مو كثير يعني، لأنه إحنا اللحم سلقناه يعني طبعا، نقعنا اللوبيا الحمراء. نعم. فايش سويت؟ بس ويا اللحم خليته يغلي. نعم. تمام، لحد ما اثنينهم صاروا، ضفت البصلة عليها. نعم. ضفت القيسي المنقوع عليها. نعم. شلون راح انتظرها لحد ما يصير، بعدها اقوم اضيف اليقطين. نعم. اليقطين راح اضيف، نقول شجر، اي شجر الاحمر، اليقطين. زين شنو فوائد اليقطين او احنا نقول شجر؟ اليقطين هو يعني يفيد الجسم اكثر شيء للكوليسترول يعني، او الدهن الزايد يعالجه. نعم. طبعا يعني شنو دوره هو احنا الامراض يعني هسه مثلا انا لا اعرف انه للقلب ايه وللشرايين هل ايه فائده يفيد، ايه يفيد بس اكو ناس يعني مثلا ما تتقبل الاكل يعني، عرفت شلون؟ فقاموا يسووا بالطبخات. ويقطين هذا الجبلي راح يكون ايه دائما من الجبل. نعم. انا جبتها قطعه يعني مو هواي كبيره يعني، عرفت شلون؟ نعم لازم انه تشيل من الحب وهاي الشوائب الموجودة داخله. اي طبعا بس يبقى يعني خالي من اي شيء. طبعا النعام راح نقشرها يعني يبقى اللب اللي داخله، بس الداخل. طبعا اليوم احنا راح نسوي مربى من هام. اي مربى، اي راح نسوي مربى، مربى يقطين، مربى اليقطين راح نسوي. قديمة هاي المربى اليقطين؟ اي هم من المطبخ الموصلي؟ لا لا مطبخ عام بس هي معروفة يعني عندنا. هي المربى عامة تدخل بها طبعا هو شوية مواد. شوية قشرة قوية ترى هون يعني إيراد لقوة بالكم تشتغلون بها يعني، عرفت شلون؟ لازم سكين حادة اي لازم شوية قشرة بصعوبة.
بس شنو لازم يعني يزاول القشر بالكامل؟ ايه لازم، لان اشوف انه هو الماده خشنه كلش، يعني اذا خليها بالطبخ راح تبقى لا لا ما تستوي. اي طبعا. ايش قد راح تقريبا تستعمل؟ لو كله راح لا نصها راح اخلي بيها هايل للاكله. نعم. النص الثاني راح اسوي له مربى. اخليه مربى. مربى شنو يضيف رمضان؟ برمضان شنو؟ يعني هي ترى حالات المربيات من تكون تصنيع يدوي منزلي. اه. إيه. انا تعجبني هاي المربى مال يقطين، ويعجبني مربى السفرجل. إيه. يعني. بالموصل احنا عندنا المربى شيء يعني شيء قليل تلاقيه انه يعني من السوق. إيه. سوق المرأة الموصلية او صح البيت الموصلي. دائما نشوف عمل اليد مثل ما انت تحدثت اللي منتين بوقت موسم التين تلاقي يعني دائما المربى اي ربى المتين صح تين الكرز السفرجل مربى التفاح الورد. نعم. هي المربى يدخل بها عده مواد بس حسب طبعا احنا نقول الاكل نفس اي طبعا حسب ربة المنزل اللي تسويها طبعا راح تكون. بالمطبخ الهندي هاي الأكلة أنت قلت قديمة يعني جداتي موصلية هي بس اسمها هندي. شلون كانوا يسووها؟ تحضير شلون كان؟ نفس هذا التحضير. بس عندنا ما اختلفنا بشيء يعني. كان سابقا الفحم. الحطب. حطب. كان حطب. نقول حطب. ايه. بعدين صار عندنا الفرن الطباخ الغازي. ايه. على التنور أيضا التنور الطين هم كان أيضا. ايه. قطعتها لازم تقطع مربعات اي انت شنو خليها لوحد. نعم هسه راح اضيف لا مو هسه بعد انتظر انتظر لازم يستوي شوي صار عندي عدا هاي الاكله اليقطين بيش يدخل والله عدة أكلات يعني هو خاصة بالتقديم. نعم. تقديم أكلات أطباق فاخرة كثير يعني إحنا نستعملها مثل شنو يعني؟ مثلا نحشي اللحم نقدم بيه نقدم بيه يعني كثير كثير شغلات يضيف طعم قوي بس فائدتها إذا دخلتها بغير الأكلات راح إيه طبعا طبعا راح تروح تقريبا الفوائد يعني نشوف فوائد قد يكون خالص واحدة يكون بفائدة اي طبعا اكو طرق بها للعلاج يسموها. نعم هنا راح اتاكد هاي راح تعوفها واحدة شلون؟ يعني راح تتركها شوية وبعدين نضيفها شوف عندي بسم الله شوفي شلون صارت الملمات لازم المكونات تنسجم مع بعض شوفي الالوان مالها يعني لازم شوفي الوانها وشوفي شو صارت؟ بس راح أضيفه. راح أضيفه. يقطعه عندي. والريحة أيضا روعة. بس هاي الأكلة يمكن مفيدة أشوفها لأن دخل اليقطين الشجر وعندك القيسي. اللوبيا. تمام اللوبيا. القيسي. هنا. راح أضيف ملح. ملح ما راح تستعين بالماجي مثل باقي الاكلات دائما سوني قليل ملح يعني مو كثير قليل ملح حتى ينطي طعم لان هي راح تصير تقريبا حلوه لان فيها القيس الموجود وايضا عندنا لا ننسى اللوبي هم تنطي حلا ليش استخدمتي اللوبيا الحمراء يعني؟ اللوبيا الحمراء على مود حتى اشوف اللون مالها وطبعا هي تركيبه الاكل هيك يعني عرفت شلون؟ يعني هي اللي راح تضيف اللون تنطي طبعا هسه راح نروح عندنا المربى مالها نسوي المربى شنو مكونات المربى مال اليقطين راح تكون بس اليقطين والشكر وراح اضيف لها الليمون دس
ليش يعني نضيف الليمونز بالطعم؟ راح اشوفهم بالشكل راح يظهر عندنا الليمونز. ينطي شكل ايضا. المربى عادي يعني مقله محدد يعني ايش قد راح نستخدم عادي حسب ربه المنزل. اي طبعا بس كل كيلو كل كيلو يقطين نص كيلو شكر وياه. هذه اللي يعني هواي تحب اي هواي تحب شكر يعني هي هذه اي لان هي ما حلوه يعني هذا لهذا تحب شكر, شكر هواي. المعلومه انه عندنا نعرف انه الحب حب اليقطين يفيد للمرض من الامراض المعينه هي يمكن البروستات. اي صح يعني حتى ما نقدر نذب يعني ما راح نذب على القشر راح نذب. ايه بيها وايد فوائد هي. راح تبقى القشر؟ لا لا. بس كل هذا القشر. يعني تقليت القشر ما يستوي اذا بقى. لا طبعا ما يستوي. هم راح تكون على شكل تقطع مربعات. مربعات. نعم. يعني هو دائما تقطع على شكل مربعات. بس هذه مربعاتها راح تكون بهذا الشكل صغيره. عرفت شلون؟ تكون اصغر. ايه. ليش؟ تستوي عندنا زين. اذا كانت اكبر لا لا ما راح تطول عندنا طبعا. هذا راح تستعمل اليقطين مو؟ ايه. ليش قلت تقريبا تبقى المواد تنسجم مع بعضها بهاي الاكله؟ على حال المرقه يعني مو اكثر من 25 دقيقه. يعني كل شوي احنا نجي نشوف طبعا راح نشوف اذا استوت او ما استوت. لا لا بس هي بيها توقيت يعني مثلا اللي ما يعرفها طبعا راح كل شوي يشوفها وهذا. بس اللي يعرف مثلا المقادير مالها اقل من ساعه. لا مو هي بعد لازم تدخل على نار هاديه يعني لازم لازم تعرف لانه هذه هسه شنو احنا عندنا راح تبدا تهرس المواد. نعم فالنار الهاديه تخليه يتخدر كله ويصير. نعم ايش قد تكون النار هاديه ايش قد تكون الاكله ايضا طيبه. أعزائي المشاهدين فاصل وأنا واصل أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. رجعنا نكمل وياكم أطباقنا هذا اليوم مع شيف فارس. طبعا شيف أنت كملت الأكلة تستوي عندنا وسا مثل ما تحدثت انه راح تسوي لنا المربى اليقطين. قلت انه تشترم اقل من المربعات اللي شرمناها بالاكل. او رقيقه مثلا. ايه او رقيقه. زين ما راح تخليها لما تنهرس تخليها لما تنهرس وبعدين تضيف الشكر وتضيف اللحم. لا لا لا. كلها سوا راح تصير راح تشوفين طريقتها لان هي اول مره هسه لازم نعم نغسلها بمي. كمية هاي تكفي لو راح كلها تكمل؟ لا لا كلها كلها. أسرع من المربى هواي.
دائما بالمربى، من مربى الى مربى ثانيه تختلف. اكو منهم اللي يضيفون المكسرات الموجوده، بس بهاي المربى راح اضيف المكسرات انت؟ لا 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 ما في مضافه. ايضا بها فائده مربى اليقين. اي طبعا شنو بها؟ احنا مو بس نحكي على الفوائد، احنا نحكي على الطعم مالها. نعم. شكل غريب، شيء غريب. مو بس نحكي على الفائدة مالها، نحكي على الطعم. نعم. والشكل الغريب مثلا. شنو الشكل اللي راح يطلع؟ يخافون منها مثلا. ليش؟ بعملها يعني مثلا. بالعمل. وشوية هي لأنه صعبة يعني بالشغل. عرفت شلون؟ بس هو راح يسرعني. لا لا روح. راح تنهرس يعني. لازم تكون رقيقة. ايه. حتى تستوي، انت قلت تبي تكون رقيقة تستوي، وجد تكون ايضا ناعمة هم تستوي. طبعا. انت ما دخل. ولازم تنظف من الشوائب مثل ما سويت قبل الفاصلة. كل شيء. ايه. تبقى انه بس اللب الموجود داخله حتى نقدر نستعمله. نغسله. بس تغسل يعني وانه تنقع او شيء؟ لا لا لا. هي اصلا لب يعني هي نظيفه اصلا؟ لا لا هي نظيفه اصلا لان احنا بنطفيها اصلا يعني. شلون؟ ايش راح اسوي؟ مالها؟ نعم. راح اضيف هيك شوفي. ايش قد راح يكون المي اللي راح تخليه؟ لا راح اضيف شكر. يعني ما خليها تستوي مع هالشكر راح يكون. شوفي هيك. ليش ضفت الشكر؟ حتى يدخل وياها. ايش يعني ايش قد انت قلت ان هي تحتاج شكر كثير؟ الكيلو يقطين يحتاج نص كيلو شكر. لا اقصد هسه ما ضفت الشكر لها، ضفته حتى يدخل معها. ايه. من تستوي؟ يعني اكو مثلا عندنا التين مربى التين او باقي المربات الاخرى نشوفهم انه الشكر اخر شيء يدخله. لا لا. لازم ما يحاول نستعمل. بس نتركه. ما يخلي زايد لأنه هذه تسحب مي. نتركه إيش قد تقريبا؟ نص ساعة. طبعا من تبدأ تفور خليها على نار هادية. تمام؟ نعم. حاليا النار عالية بس من تبدأ تفور خليها على نار هادية. ما تحتاج. هذا انتهينا. هذا انتهينا منهم. الأكلة الهندية ما ينضاف قلت لا معجون ولا شيء، بس عادة دبس الرمان. ايه. يعني راح تكون لين حلوة. لا معجون. معجون نضيف. معجون هم. ايوه. معجون نضيف. يعني تكون مرق راح تكون. ايه مثل المرق. بس مو يعني هي مو مرقة مثلا انت مثلا المرقة اللي العادية. نعم. لا لا. شوفي. تأكل مع التمن ايضا لو عادي. ايه طبعا. انت قلت اكله مصلاويه قديمه. ايه. يعني جدات اللي تعرفها هسه اكو اكلات انت قلت انه مصلاويه انقرضت. ايه. تمام؟ من ضمنهم هاي الاكله يعني. لا لا هاي الاكله اصلا يعني قليل من يعرفها ايضا يعني. ايه. الاكلات المصلاويه ايش تضيف للمطبخ المصلي؟ شوف ايش شنو الاضافه اللي تضيف له؟ خاصة الأكلات القديمة طبعاً. طبعاً احنا راح نشتغل نحضر العصير مالتنا.
شنو راح يكون عصير اليوم؟ عصير الرقي. عصير الرقي. بسم الله. اشتغل عصير الرقي. حتكون شغل يدوي ام تستخدم ال لا لا اسهل استخدم شنو فائدة الرقي أو الشوز؟ طبعاً بفوائده كثيرة طبعاً. وأصلاً من الفاكهة المفضلة الصيفية يعني والربيعية أيضاً هو كله وهسه حالياً إحنا يعني كل المواسم نشوف الفواكه موجودة موجودة هي صارت متوفرة بس موسم عن موسم يختلف طبعاً كل شيء بوقته مثل ما كانوا يقولون هذا الأول كل شيء بوقته طيب طبعاً بس هسه طبعا احنا الموسم ربيع ومقبلين على الصيف ايضا فشوف الرق يعني متوفر حاليا متوفر خاصة من الفواكه المصلاوية اللي اهل الموسم كلهم يعجبوهم واحنا بمادة الافطار نشوف الرق موجود موجود حتى اذا ما عصير تلاقي موجود صحيح بصحن صحيح تقديم لازم نقطع بهذا الشكل بعدين بعد التقطيع ايش راح يكون عندنا؟ ايش راح نضيفه هنا؟ نضيف شكل المي عليه نضيف المي عصير مرتب دائما نقول لك تنظيف شيء مهم بالمطبخ طبعا حتى لا تكون عندنا فوضى خاصة بوقت الإفطار يعني طبعا راح أضيف مي عليه طبعا بس عندي حركة أريد أسويها أريد أخلص من هذا أخليه على نار هادية أخلي هذه على نار هادية نعم عرفت شلون؟ هذا على نار على مود حتى يستوي هادي أخليه إيه تقريبا نص ساعه ما يستوي هسه راح يكون هذا على النار هاديه الاكلات الهنديه حتى تقلت انه المواد حتى تكون متماسكه مع بعضها وايضا تستوي نضيف بسم الله الشكر الشكر والمي هي حلوة لازم يكون الشكر يعني قليل شكر أي كثير يعني شكر كثير وهي حلوة فشوية راح تصير حل الحلا زايد يكون مالتها راح يكون بالمضرب الكهربائي العصير شيء مهم يعني احنا دائما نقول المعده المصريه بس هو عصير الرقي طبعا فد شيء يعني بفوائد كثيره وب يعني للمعده وكثير امور يعني يفيد عندنا بكثير امور انت قلت انه اذا بدا يفور راح نخليه على النار هاديه بس بس ما
لونه عطى الى اصفر صار تقريبا. ما نضيف له؟ لا مو مهزي حتى ينطي طعم حموضه. نعم صار شغل لهم اللي زدت له. ما راح اضيف شكر لحد ما انه يظل ينقص المي اللي خليته دقت لي انا المي ومغطي. ايه هذا على النار هاديه. هذا انتهينا منها. والاكله هنا قلت راح اضيف معجون بعد اذا تستوي يعني بعد ما استوت ولا عدنا. تقريبا استوت. هوني عندي اهم شيء اللقطة نشوف انه لازم ينهرس مع المواد لان المواد كلها انهرست فلازم هو ما ينهرس. مو انا اريد احافظ على شكلها كلها يعني. نعم. عرفت شلون؟ نعم. شيف احنا راح نرجع نكمل حديثنا ونكمل اطباقنا اليوم المميزة بعد ما ناخذ فاصل. اعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. رجعنا نكمل أطباقنا لهذا اليوم من برنامج المطبخ الموصلي. أهلا وسهلا شيف. الأطباق ما اكتملت لو بعد؟ أي اكتملت إن شاء الله. هذه أنا راح أخليه سوي صلصة خواشيك معجون لأنه عندي المواد يعني قريب اللي صارت. إيش راح نسوي إحنا؟ راح أضيف إلى الصلصة تأثير تاخذ من المي مالتها حتى تضيف. كملها بسم الله. لازم ناخذ من المي الاكله حتى نضيفها حتى ينطي يعني الطعم طعم ونذوب المعجون. واللون ايضا؟ اي طبعا. ايش قد المعجون تقريبا؟ خليت له خواشيك معجون على هاي الجدريه. نعم. هي راح تكون سخينة الأكلة. إيه. ما راح تكون طبعاً. مي كثير أو شيء. طبعاً. وإضاءة عندي المعجون. راح أضيفه. قلت الأكلة إنه هي معجون وأيضاً دبس الرمان لا ننسى. دبس الرمان إضاءة. راح اضيف دبس الرمان ايضا. دبس الرمان راح احط عليها. شوفي ما شاء الله المواد انسجمت وايضا انهرست ما شاء الله. بس انا عندي الغايه منها بانه كل شيء يحافظ على قوامه وشكله. نعم. عرفت شلون؟ دائما تعطي هذا اللون لو بعد ما اضف دبس الرمان. دبس الرمان يغير من لونه دبس الرمان طبعا. هاي الجدرية تقريبا اللون شنو اللي راح يكون؟ لون شنو راح يكون؟ 6 7 9. انت قلت اي اكلة تنضاف الى دبس الرمان يسموها هندية. اي يعني انا لاحظت بهذا الشيء القديم يعني. عرفت شلون؟ نعم اكو فد عنصر مشترك. نعم. هم راح تحرك تخليه ونخليه على نار هاديه لو عادي هذا واستوى. خلاص خلاص حضرين الصوص طبعا. شوفوا شلون لونها صار غامق. سجلت الالوان وخاصه مضيف الدبس الرمان انطاها لون ثاني والريحه اصلا كلش طيبه. دائما تكون بهذا السخن يعني تكون سخينه. ايه لا تكون ماي ولا لازم اكون وجود مي وياها. بسم الله. شوفي كلها اختلفت عنها. بسم الله نقدمها. نقدم الطبق ما شاء الله.
اللون شوف مع المواد المنسجمة، اللون مع المواد واللحم واليقطين. اللحم ما ذكرنا انه لحم بقر ام غنم؟ لا لا لحم هوش، قلنا لحم هوش. اي لحم بقر. لحم هوش الحولي. اي الحولي. ما يفضل استعمال لحم الغنم؟ مو راح يذوب يعني اذا مو لحم. انت ما تريد اي راح يذوب الغنم، الغنم يذوب به يعني، عرفت شلون؟ طبخنا اكتمل، عندنا الطبق الاول. وقلت انه راح نسوي مربى. فت فقرة. شوفي سألتي انت على الليموندز. ايه. سألتي شوفي الليموندز ايش سوى فيها. طبعا يقولون ليش شلون نعرف صارت؟ من تصير كريستال هيك شوفي. كريستال. شوفي كريستالات تصير. هاي مربى يعني. شوفي. احنا قدرنا نستخدم انه من اليقطين اكله. وبعدين ايضا ضفنا طبق نقول حلويات مربى. مربى. شوفي شلون صارت ما شاء الله. اللون انطى الكريستال اصفر. كريستال شوفي كريستالات. طبخنا هذا اليوم طبعا اكتملت. شوف اللون ماله شلون صار. يعني تلزمين الحبة. نعم. يعني نلزم الحبة مالها شوفي خايل. عرفت شلون؟ يعني هاي طبعا شنو؟ الليموندزي هو اللي خلى اللون. هاي طبعا شنو؟ لا مو بس اضافة هذا، شنو استمراريتها على النار. نعم. اذا كنا مربى يطول عندنا مثلا فد شي نص ساعة، هاي ساعة. أعزائي المشاهدين طبعا مثل ما شفتم أطباقنا لهذا اليوم كانت أكلة قديمة وصلاوية، أكلة الهندية. إحنا نشوف إن المطبخ الموصلي بدأ ينقرض به هاي الأكلات، بس حاليا إحنا بهذا البرنامج عم نطلع هاي الأكلات طبعا مع شيف فارس اللي قدم لنا إياها. كانت أطباقنا اليوم مميزة، ومن اليقطين أيضا كان عندنا مربى اليقطين. أعزائي المشاهدين رمضان كريم علينا وعليكم، انتظرونا مزيد من الأطباق وبرنامج المطبخ الموصلي. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.